اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله هنكمل مع بعض استعراض تطبيق مسلم براوزر. طبعا احنا كنا شرحنا تقريبا كل الخصائص اللي في تطبيق مسلم براوزر، بس وقفنا عند خاصية القفل لو حد فاكر، يعني الجزء الأول لو متفرجتش عليه روح اتفرج عليه. طبعا قلنا عشان نفتح القائمة المخفية بندوس على ال3 شروط دول. طبعا انت لازم تتفرج على الجزء الأول زي ما بقول لك عشان تفهم الميزات. النهاردة هنقول ميزات مهمة جدا وكان لازم نقولها. ايه هي الميزات المهمة النهاردة؟ ميزة حظر الكلمات اللي ممكن تظهر معاك، يعني مثلا التطبيق محظور فيه كلمات كتيرة جدا وفيديوهات كتيرة جدا وحاجات إباحية كتيرة جدا، بس افتراضا ظهر معاك حاجة فمش هنحتاج نعمل بقى نعمل تحديث كل شوية، لا انت هتضيف الحاجة دي بنفسك وهي هتتحظر معاك تلقائيا ونهائيا. فدي ميزة جديدة جدا، يعني مش هنحتاج بقى كل شوية تظهر معانا كلمة نقوم عاملين نسخة جديدة من متصفح مسلم ونحضر فيها الكلمة دي، لا احنا ضفنا تقريبا كلمات كتيرة جدا 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 يعني فوق ما تتخيل، او يعني كتيرة يعني، بس افرض ظهر معاك فهي دي الحل بقى. ايه هو الحل؟ طبعا مش مفيش زرار جه، يعني مفيش زرار هنا مثلا عشان تدوس عليه، كل اللي عليك هتيجي هنا في قائمة البحث انت كأنك بتبحث عادي. ده احنا دلوقتي هنتعلم ايه، بس عشان نركز مع بعض هنتعلم طريقة حظر الكلمات الإباحية اللي ممكن تظهر معاك. تمام، وهنكتب مثلا وليكن في كلمة إباحية اسمها به به به، ده هنفترض يعني افتراض ان هي كلمة إباحية طبعا ماشي. لو جيت بحثت عنها دلوقتي، تمام ركز معايا، هيبحث عادي يعني بيبحث عن ايه به به به، تمام زي ما انت شايف بحث عن الكلمة عادي. طب لو انا دلوقتي عايز احضرها بقى، هي دي كلمة إباحية فاهم قصدي، هدوس على علامة البيت هرجع، يعني ده مش الطريقة دي، يعني هتفتح التطبيق وتيجي هنا بقى، هتيجي هنا في نفس المنطقة تاني برضه هنكتب الكلمة اللي عايزين نحضرها ب ب ب. ركز معايا بقى في كل الحوار بقى، عارف انت العلامة دي بتاعة البحث دي مش احنا بندوس عليها ويوم باحث زي ما عملنا المرة اللي فاتت، المرة دي مش هندوس على العلامة دي، يعني مش هندوس دوسة كده وخلاص، لا هفضل دايس عليها. يعني ايه هفضل دايس عليها؟ يعني هقعد دايس على، يعني هقعد دايس على نفس الزرار ده زرار البحث، هقعد دايس عليه لحد ما يظهر اللي هو تم حظر الكلمة. يعني ازاي دلوقتي؟ يعني انا هدوس على الزرار ده دلوقتي ومش هشيل صبعي اللي هو زرار البحث. ده الفرق بين انك تبحث وتحظر، يعني انت فاهم انك بتبحث وتقوم دايس دوسة واحدة ده اللي عارفينه، طب لو تحظر تقعد تدايس عليها. يعني يعني دلوقتي بص ركز معايا، انا دلوقتي حاطط صبعي عليها بس كده، ما عملت انا قعدت ما شلتش صبعي غير لما جاب لي الرسالة. انت لو خدت بالك من الرسالة بيقول لك ايه، تم حظر الكلمة دي. تمام هنيجي نجرب دلوقتي وهنكتب ب ب ب وندوس بحث، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كده تتأكد ان الكلمة اتحضرت معاك. طبعا هو يعني المثال عملي والمثال بسيط بقى مع كل الكلام بقى اللي تتخيله مع كل يعني انت هو يعني فاهم بالعربي بالانجليزي، يعني خلي بالك من النقطة دي، روابط مواقع اي حاجة يعني فاهم كل حاجة مش بس كلمات، لا كل حاجة، روابط مواقع كلمات بالعربي كلمات بالانجليزي كلمات اباحية طبعا، يعني روابط مواقع اباحية الحاجات دي كلها تحضرها عادي بنفس الطريقة، بتحطها هنا بس بدل ما تدوس دوسة واحدة على انك تبحث، لا انت بتدوس دوسة مطولة ومش بتشيل صبعك غير لما يقولك. ولكن هنكتب كلمة تانية للتأكيد برضه، ونكتب جيم 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 جيم، هنجي نبحث دلوقتي بحث معانا عادي اهو. تمام تمام هنرجع للصفحة الرئيسية عشان احضر الكلمة جيم جيم جيم، ده هنحضرها هاجي هنا هكتب نفس الكلمة برضه زي ما كنت كاتبها جيم جيم جيم، وهاجي هنا على الزر ده ومش هشيل صبعي غير لما يحضر الكلمة اللي هو زر البحث ده دوست عليه بس كده. تمام شفت الرسالة انت اللي جت دلوقتي، ايوه بيقول لي تم حظر الكلمة دي واضافتها في القائمة المحظورة. تمام نكتب جيم 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 وندوس بحث، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تمام دي خاصية الحظر. تمام هنكمل بس الخصائص اللي فوق، يعني وصلت لحد خاصية القفل دي وقلت عنها ايه لو حد فاكر في الجزء الأول، لو انت عايز تقفل التطبيق ده لمدة ربع ساعة بضغطة واحدة بس على القفل ده بيقفله نهائي، وحتى لو جيت طلعت من التطبيق وفتحته تاني هتلاقيه مقفول. فطبعا مش هدوس عليها لان المرة اللي فاتت استنيت يعني الربع ساعة فما قدرتش اكمل ساعتها الشرح، فدلوقتي هنكمل. إيه الزرار ده؟ ايه هو الزرار ده؟ ده يعني زرار اللي هو بتاع ايه؟ دعم التطبيق. يعني ايه دعم التطبيق؟ يعني ازاي فاهمك دلوقتي. تمام نخش على الزرار اللي بعده وهو زرار التنزيل، هنسيب الزرار دعم التطبيق يعني هنوصله في الاخر. زرار التنزيل ده زرار جميل جدا جدا جدا، هندوس عليه دلوقتي، دي الملفات اللي انا منزلها. تمام دي الملفات اللي انا منزلها دلوقتي مثلا، ده
ملف ام بي 3 وده ملف ام بي 3 يعني صوت يعني، وده تطبيق. دلوقتي انا عايز افتح الملف من دول، مش بس انت هنا يعني هتقدر بس ايه تشوف الملفات اللي انت نزلتها، لا يعني دي خانة جديدة بتشوف التنزيلات يعني، عارف انت مخانة التنزيلات ضفناها لك هنا اهي، من خلال علامة التنزيلات دي بتخش عليها تشوف الملفات اللي انت حملتها، تمام. طب افتراضا انك عايز تفتح ملف من دول، كل اللي عليك بتدوس دوس على الملف، دي برضو خاصية جديدة احنا ضفناها، تمام. الرحمن الرحيم. في قناة تلاوة على التليجرام فيها كل التلاوات دي لو عايز، لو انت حابب تسمعها يعني، تمام. فهنكمل مع بعض، تمام. دلوقتي هنخش على الزرار ده، يبقى احنا كده استعرضنا التنزيلات وقلنا ايه دي الحاجات اللي انت حملتها، تمام. الزرار ده تمام، وتقدر تفتحها من خلال التطبيق يعني، التطبيق مدمج فيه خاصية انك تفتح الحاجات اللي هي متنزلة يعني، يعني تقدر تفتح الحاجات دي عادي جوه التطبيق نفسه من غير ما تخش التطبيق خارجي، تمام. نكمل. طبعا احنا بنفتح القائمة دي ازاي، بس عشان لو محدش فاهم، بندوس على الزرار الثلاث شرط دول مطولا يعني، كمثال انا لو جيت دوست على الثلاث شرط دول دوسة واحدة هيفتح معايا القائمة الجانبية، تمام. بعتذر عن الضوضاء، هنكمل مع بعض. لو جينا دوسنا على الزرار ده دوسة واحدة بس كده هيفتح معانا القائمة الجانبية، يعني على الزرار الثلاث شرط دول دوسة واحدة كده فتح معانا القائمة الجانبية. طب عايزين نفتح القائمة اللي فوق، هندوس على نفس الزرار ده الثلاث شرط دول بس دوسة مطولة، تمام، عشان اقول لك بس ازاي بنجيب ده. وممكن بقى من غير ما نفتح كده ندوس مطوله عليه على طول يفتح لنا اللي فوق. ايه الزرار ده؟ ده الزرار ده دعم التطبيق، تمام. انا اتلخبطت بين الزرار ده والزرار ده، ايه الفرق بين ده وده؟ ده لو ظهرت قدامك، ده خلي بالك اللي هو ده لو ظهرت قدامك نتيجه اباحيه دلوقتي، افترض ان كلمه طه طه جيم مثلا دي نتيجه اباحيه، فلو جينا دلوقتي انا ظهر قدامي حاجه اباحيه وعايز اشيلها في ثانيه، عايز عيني تتشال من عليها في ثانيه، هدوس على الزرار ده هيقوم ظهر الزرار ده، ده تمام. او ده افتراض الموقع اباحي، دوس واحدة على الزرار بيض لي الدنيا زي ما انت شايف، دي صفحة ما تفكرش يعني الصفحة وقف التحميل، لا ده اللي هو بسبب الزرار ده توقيف، بيوقف لك، بص بيوقفك التحميل وبيفتح لك صفحة بيضة كده ما بتشوفش منها حاجة، يعني بينقذ لك الموضع ده اللي هو الزرار ده. اما الزرار ده اللي هو الاي ده اللي علامة، ده شبه علامة التحذير افتكر يعني، اللي هو في الايه خلاص في علامات التحذير. اما الاي ده اللي هو معلومات عن التطبيق، هتشوف معلومات على التطبيق ورابط التحميل وكل حاجة يعني. ونيجي للزرار الأخير ده، هو زرار الحاجات المحفوظة يعني، دلوقتي مثلا في موقع أنا بحبه مثلا، أو موقع زي مثلا أنا بستعمله تكرار، تمام، بستعمل الموقع ده تكرار مثلا، تمام، وعايز أحفظه، كل اللي باجي أدوس على علامة الحفظ دي بدوس عليها، تمام. طب عايز أستعرض الروابط اللي تم حفظها، بدوس على نفس الزرار ده بس مطولا يعني، انت فاهم، دوسه واحده على نص. هو ده فكره تطبيق متصفح مسلم، بدل ما نعمل زرار وزرار 100 زرار بقى، لا الزرار الواحد اللي بيكون اكتر من وظيفه، إيه بسبب يعني ازاي، دوسه طويله يبقى ايه وظيفه، دوسه واحده بس يبقى وظيفه. فالزرار ده سهل اللي هو بتاع الحفظ ده، انا دلوقتي على موقع مثلا ده عايز احفظه بدوس عليه دوسه واحده كده، انا دوست دلوقتي دوسه واحده على الزرار ده، عايز استعرض الموقع المحفوظه اللي انا حفظتها بقى اللي هي زي النجمه كده، اللي هي النجمه يعني الحاجات المحفوظه، بدوس على نفس الزرار ده مطولا يفتح لك الموقع اللي انت حافظها عندك، وتقدر ايه تخش عليها مره تانية بدل ما كل شويه مثلا ايه تفتكر انت عملت ايه، لا الزرار ده بيساعدك. اظن كده انا شرحت تقريبا كل الحاجات بقى المميزات دي في الجزء الاول، فلو انت ما شفتش الجزء الاول روح شوفه، وهتلاقي ان شاء الله رابط تحميل تطبيق متصفح مسلم النسخه الخامسه في الوصف. بس كده ان شاء الله، اسال الله يجعلنا في ميزان حسناتنا، تمام، ولا يسمح بالتعديل على نسخه متصفح مسلم خالص نهائيا، ونسمح بذلك تمام امام الله، تمام، ونسال الله، وطبعا التطبيق ده صدقه جاريه، نسال الله يتقبله في ميزان حسناتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.